السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، الهيئة البريطانية تعلن عن بدء غرق سفينة جديدة عقب استهدافها، وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد تعرض سفينة لعملية استهداف قبالة ميناء مشطون في البحر العربي بمحافظة المهرة شرقي اليمن. وأفادت الهيئة أنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من السفينة عقب استهدافها على بعد 96 ميلا بحريا عن مشطون في اليمن، مشيرة إلى أن المياه تسربت إلى السفينة بشكل لا يمكن احتوائه، وأن الربان والطاقم اضطروا إلى إخلاء السفينة وانتشلتهم سفينة أخرى. وتفرض القوات المسلحة اليمنية قرار حظر للملاحة الإسرائيلية والمرتبطة بالكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر العربي، وذلك على خلفية ما يحدث لغزة من عدوان وحصار منذ 7 أكتوبر الماضي. وأعلنت القوات اليمنية المسلحة أمس السبت عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحر العربي وشمالي البحر الأحمر، مؤكدة أنها لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان على اليمن ونصرة لغزة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.